يمكن اسم دوايت يورك ارتبط بشكل كبير باندي كول، يعني انتوا الاثنين يمكن كنتوا ثنائيه مميزه جدا. هل اندي كول كان اكتر لاعب قريب من دوايت يورك، ولا كان طبعا الجيل كله كان جيل عظيم وكلهم اساطير في كره القدم الانجليزيه، بتكلم على جيجز، بتكلم على سكولز، بتكلم على كانتونا من قبلهم، بتكلم على ديفيد بيكهام. مين كان الاقرب لدوايت يورك، وازاي بتشوف الفتره دي نجاحاتكم اللي حققتوها تحت قياده اليكس فيركسون؟ نعم، اسمع، أنا على علاقة طيبة بالجميع. أنا قضيت وقت سعيد مع الفريق بأكمله، ولكن أفضل لحظاتي بالفعل كانت بجوار صديقي المفضل أندي كول كما ذكرت. بجانب علاقة الملعب، كان لدينا، هو بالنسبة لي هو أفضل مهاجم في الدوري الإنجليزي، قد أحرز 87 هدف، فبالتالي هو مهاجم مخضرم، وكان فخرا لي أن ألعب بجوار كول. لقد كان كابوسا للمدافعين في هذا الوقت، قد أحرز أهدافا حاسمة، وقد قمنا بعمل رائع معا، وأنا سعيد وممتن للفترة التي قضيتها بجواره.